سؤال من احد المتابعين، هو الاوعاد الدمويه بتاعت الشبكيه دي موجوده فين بالظبط؟ طب هي قدام الشبكيه، طب ازاي احنا بنشوف من خلالها؟ طب العدسه نفس الموضوع، كان عنده تساؤل هو احنا ازاي بنشوف، يعني الضوء بيعدي ازاي؟ المفروض ان في زي اوعاد دمويه في حاجات، هو قاعد يقول طب ازاي احنا الصوره بنشوفها من غير التقطيع والحاجات دي. هنتكلم على الموضوع ده تفصيليا، قلت له حاضر هنجاوب على الموضوع ده. فيعني هناخد جوله كده الضوء ايه اللي بيحصل، وهنتكلم في الاخر يعني لما الموضوع هو ازاي الصوره بتوصل لنا واضحه بالوضوح ده، بالرغم ان ممكن يكون في معوقات قدام. علشان نتكلم نشوف الضوء بيعدي في ايه في العين، او ايه الاسطح، او ايه الانترفيس، او ايه الاسطح اللي هو بيخبط فيها يعني في العموم، فاحنا هنتكلم على اول حاجه، يعني يمكن هنعمل رسمه كده كبيره، والرسمه دي اللي احنا هنبتدي نشرح عليها جزء جزء. لو احنا هنتكلم، احنا هنقسم الموضوع، هيبقى فيه بالظبط ثلاث انسجه وفي ثلاث سوائل، عشان بس ايه للتسهيل. هو منهم سائل هنا، هو برضو المفروض ان نسيج، يعني هم هنقول يعني هنعتبره سائل بس هو برضو نسيج، ولكن يعني للتبسيط هنخليهم ثلاث انسجه وثلاث سوائل. اول نسيج هنرسمه هو السطح الاول القرنية. انا مش هعمل العين كرسمة عين ككل، ولكن الانترفيس او السطح، فاحنا عندنا اول سطح هو سطح القرنية، ولازم هنحط عليه في يعني احد السوائل اللي قبل القرنية لازم نقول عليه، اللي هو طبقة الدموع الخفيفة اللي موجودة هنا. يعني احنا ده كده هنا هنعتبر ان ده اول سائل اللي هو طبقة الدموع، واول نسيج هو نمرة واحد القرنية. فده احنا كده لو هنتكلم على اول سائل واول نسيج. هنيجي نتكلم بعد كده على تاني سائل اللي ورا القرنية على طول، هيكون الايكوس هيومر، او ده نمرة اتنين الايكوس، او سائل الجزء الامامي. يمكن اتكلمنا عليه قبل كده، سائل الجزء الامامي، يعني علشان خلينا نبسطه، مش لازم نجيب، لان طبعا باللغه العربيه ترجمه بعض الحاجات بتكون ترجمتها غريبه شويه او غير مفهومه، ولكن هو سائل موجود يعني عامل زي الميه في الجزء الامامي من العين في الحجره الاماميه والخلفيه، واتكلمنا عليه قبل كده في موضوع الجلوكوما. فده تاني سائل هيكون مقابلنا. انا عامل السوائل بالازرق والانسجه بالاسود. يعني هنيجي بعد كده النسيج اللي بعده هيكون دي نمره 2 عدسه العين، العدسه او يعني العدسه دي طبعا نسيج اخر اللي هو الضوء بيخبط فيه، يعني الضوء هيمشي هيقوم خبط في طبقه الدموع، يخبط في القرنيه، يعدي من السائل الايكوس، وبعد كده يخبط في العدسه. بعد كده يعني طبعا انا هعمل ده هنا الباك، او يعني اخر النسيج الثالث نجيب سيرته على طول، هو نمره 3 هي الشبكيه طبعا، دي يعني التارجت او الهدف الوصول اليه. فده الشبكيه هيكون نمره 3، وطبعا السائل الثالث اللي هو انا بقول هنعتبره سائل ولكن هو زي يعني هو نسيج نمره 3، هيكون الفيتريوس او الجسم الزجاجي او السائل الزجاجي، الجسم الزجاجي ده هنعتبره السائل نمره 3، ولكن يعني هو نسيج، ولكن يعني علشان للتبسيط في سوائل، هو طبعا زي الجيلي واتكلمنا طبعا فيه بشكل مستفيض قبل كده. فدول يعني الضوء هيمشي زي ما قلت، هيعدي دموع قرنية ايكوس او السائل الامامي، العدسة فيتريس او جسم زجاجي، وبعد كده ينزل على الشبكية. طبعا انا عارف ان اغلب الناس هتبقى يعني متفهمة ان ازاي في سوائل شفافه، فمش هقعد اشرح كتير لان يعني مفهومه، يعني زي الميه او الجلي او الكلام ده، وفي معامل انكسار، وطبعا هنتكلم على سريعا برضو على معامل الانكسار، لان لما هنيجي نتكلم على القرنيه المعامل الانكسار للتعريف سريعا، اي حد فينا يعني درس فيزياء، ولكن هديله في السريع الخلاصه. معامل الانكسار هو بالظبط الفرق بين سرعه الضوء في ميديا او في يعني وسط معين مع سرعة الضوء في وسط آخر. يعني بالظبط كده للتشبيه، حد ماشي بعربية سريعة على طريق الصحراوي، وبعد الشارع عن الجميع لقى بقعة زيت أو بقعة رمل، إلا يعني في رمل، إيه اللي ممكن يحصل؟ في الغالب العربية بيحصل لها انحراف. طب ليه بيحصل لها انحراف؟ لأن سرعة دوران العجل على الأسفلت غير سرعة دوران العجل على الرمل أو على الزيت أو whatever يعني. فنفس الحوار، الضوء بيبقى ماشي بسرعة معينة في الهواء، لما بيحصل له ان هو بيخبط في وسط اخر عنده معامل انكسار مختلف عن الهواء، او سرعه الضوء في هذا الوسط مختلفه عن سرعته على الهواء، بيحصل انحراف. فده للتبسيط يعني.
فطبعا ففكره معامل الانكسار في بعض الحاجات دي مش هقعد اتكلم الحلقه دي لو انا مسكتها تفصيليا بجد ممكن اعمل 8 9 10 20 حلقه ومش هنخلص يعني. فانا بحاول الم الموضوع سريعا، لو طولت شويه ممكن اعملها على حلقتين، ولكن ان شاء الله احاول المها في حلقه واحده كده طويله، كل واحد يجيب يعني ايه كوبايه الشاي كده، وجايز نحتاج اكل كمان ربنا يستر، ولكن سريعا ان شاء الله هعملها بطريقه مبسطه زي ما احنا متعودين. فالفكره كلها ان السوائل مش هتكلم عليها سريعا، احنا هتكلم مينلي على الانسجه لان السوائل مفهوم الى حد ما، ولان كمان في سبب اخير هيجمع كل ده. ده الخلاصه اللي هقولها في النهايه، ايه السبب ان احنا ما بنشوفش مثلا الانويه بتاعه الخلايا، يعني ده غير الاسباب الخاصه لكل نسيج. هتكلم في الخلاصه ايه اللي هيحصل، وهنتكلم ان شاء الله تبقى حلقه جميله وممتعه باذن الله، تابعوها للاخر. فدي الطبقات ودي الانسجه. هنتكلم اول حاجه عن القرنيه، يعني احنا دلوقتي لو هنيجي نتكلم هنتكلم على، انا همسح مجرد العلامات دي علشان ندي مساحه، لكن هخلي يعني ايه، خلي الانسجه بقى خلاص. انا يعني هنتكلم على اول حاجه، اول نسيج هو القرنيه. القرنيه في كذا سبب، يعني للتبسيط برضو نبقى عارفين القرنيه دي، لو احنا جينا خدنا الخط ده وكبرناه هنا، هو عباره عن يعني ربنا يدي الصحه لل يعني مدرسينا في الجامعه بقى، ويعني يعني التشبيه دايما يعني ان القرنيه دي عامله زي الساندوتش التشيز برجر، كان يعني حد من احد اساتذتنا ربنا يديله الصحه يعني، يعني ولو كان سامعني ربنا يديله الصحه، مش يعني علشان ما احصلش اي مشاكل لاي حد. المهم اللي انا قصدي عليه كان دايما لما بيجي يشرح لنا عن القرنيه يقول لك هو ساندوتش التشيز برجر، ان هو فيه قطعتين من الجبنه وقطعتين من العيش فوق وتحت والحشو الداخلي. فهو للتبسيط يعني ده برضو هيكون يعني حاجه لاغلب يعني حبايبي او زمايلي او اخواتي الصغيرين اللي لسه في سنه رابعه، ما اعرفش دلوقتي الرمض كان زمان رابعه، دلوقتي ما اعرفش تغيير المناهج بقى سنه كامل. المهم اللي انا قصدي عليه ان هو بالظبط ساندوتش تشيز برجر، اثنين يعني البومنز لاير او بومنز ممبرين نسيج والدسمتس ممبرين نسيج، يعني هما بالظبط اثنين يعني نسيج هنا ونسيج هنا. النسيج ده فوقيه حاجه اسمها الابيثيليوم، الابيثيليوم يعني عشان بس نكون يعني نرسم تاني، انا عايز ارسم علشان ايه نمسكها واحده واحده، انا يمكن رسمتها بسرعه. ان احنا في الاول غشاء هنا اسمه بومنز لاير او بومنز ممبرين، بيبقى عليه حاجه اسمها ابيثيليوم. الابيثيليوم دي خلايا، وهو يعني اكثر من طبقه، ولكن للتسهيل هو طبقه من الخلايا. الفكره كلها ابي عشان نبقى عارفين ابيثيليوم، اي حاجه ابي يعني فوق يعني او خارجي، ابيثيليوم الغشاء الخارجي المبطن الخارجي، يعني ده اللي ناحيه الدموع. وتحت برضو في غشاء تاني اسمه الدسمتس ممبرين، ومعاه حاجه اسمها الاندوثيليوم، زي ما بقول اندو يعني داخل، اندوثيليوم يعني ايه للتبسيط يعني. المهم فهنا اندوثيليوم وهنا ابيثيليوم، وهنا في البومنز لاير وهنا الدسمتس ممبرين او الدسمتس، ده التبسيط. وجوه في حاجه اسمها الاستروما اللي هي الفايبرز او الانسجه او يعني ايه الشرائح من الكيراتوسايتس والانسجه بتاعه الحشوه نفسها بتاعه القرنيه. ففي كذا حاجه في التركيبه دي في القرنيه بتخلي ان في شفافيه للقرنيه. اول حاجه طبقه الدموع اللي احنا كنا اتكلمنا يمكن عليها قبل كده في حلقات سابقه، ولكن وجود الدموع على القرنيه مهم جدا، ويمكن عشان كده لو لا قدر الله في جفاف ممكن يبقى في شويه زغلله، ولا قدر الله في بعض الامراض اللي بتعمل جفاف شديد ممكن تعمل مشاكل في القرنيه. فبالتالي احنا مهم جدا طبقه الدموع دي، يعني نمره واحد لو هنتكلم على الاسباب، واحد هنا الدموع، هنتكلم الدموع دي مهمه جدا لتحافظ على شفافيه القرنيه. نيجي بعد كده للسبب الاخر، ان في معامل الانكسار اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو ريفراكتيف اندكس، ده يعني جوه الكيراتوسايتس والماتريكس او السائل والخلايا الاثنين نفس معامل الانكسار. فده مهم جدا ان ما بيحصلش تشتت، ان ما فيش انحرافات داخليه جوه القرنيه، دخلت الضوء دخل جوه القرنيه ما بيقعدش بقى ايه يلطش. ليه؟ لان معامل الانكسار للخلايا والسائل اللي عايمه في الخلايا كل واحد، فبالتالي الضوء اول ما بيخش القرنيه بيكمل في نفس الاتجاه. فدي حاجه من الحاجات اللي بتخلي التشتت، ده اللي بيخلي الحاجه تبان ان هي مش شفافه، زي بالظبط الازاز المصنفر والازاز الشفاف. الازاز الشفاف سرح كده ما فيهوش اي مشاكل، الضوء بيعدي فيه ما فيش اي مشاكل،
لكن الازاز المصفر معرض فبالتالي بيحصل تشتت او سكاتر. السكاتر ده اللي بيخلي يعني يبان ان هو الدنيا مغيمه. فنفس الحوار طبعا دي فكره السكاتر او التشتت مش فكره معامل الانكسار، لان معامل الانكسار الواحد ده اللي بيمنع تشتت. يعني لان برضو لو مثلا في ازاز مش مصنفر بس في موزايك وكل حته ليها معامل انكسار هتبقى الدنيا متشتته برضو. المهم ده للتوضيح. فالريفراكتيف اندكس واحد من هنا لهنا. الحاجه الثانيه الاندوثيليوم والابيثيليوم دول ليهم دور مهم جدا في المحافظه على يعني ان الاستروما دي ليها يعني زي ما نقول كميه ميه معينه. يعني لازم هي حاجه اسمها اكتيف ديترجنتس اول. المهم يعني مش هنخش في تفاصيل طبيه، ولكن القرنيه نفسها معبيه ميه بس بليفل معين 70% يعني 78 فرنج 70% ان هي فيها نسبه ميه بنسبه معينه، والنسبه دي ثابته ما بتحبش ان هي او لا يفضل انها تزيد. فطبعا ودي احد المشاكل حاجه اسمها كورنيا القديمه دي برضو بتعمل زغلله. ففكره المحتوى المائي او يعني الووتر كونتنت يعني حاجه اسمها اكتيف ديترجنت. المهم يعني المياه داخل القرنيه، المياه داخل القرنيه ثابته دي مهمه جدا. يعني ليها محتوى ثابت ده عن طريق ان في الاندوثيليوم ده بيحافظ جدا ان بيعمل بومب او ان هو بيحافظ على يعني تنظيم الحركه اللي بين الميه اللي داخله واللي خارجه والاملاح اللي داخله واللي خارجه. وبرده الابيثيليوم هنا في حاجه اسمها تايت جونكشنز دي يعني زي ما نقول ايه الخلايا ملزقه في بعضها ماسكه مع بعض بطريقه معينه مهمه جدا لحمايه القرنيه. يعني زي كده ايه حاجه دفاعيه وفي نفس الوقت لتنظيم الدخول وخروج الغذاء. لان هنخش على نقطه رابعه ان ايه احد اسباب ان برده القرنيه شفافه لا يوجد اوعيه دمويه، لا يوجد اوعيه دمويه، مفيش اوعيه دمويه في الشبق في القرنيه. يعني القرنيه لو احنا جينا رسمناها بالشكل ان احنا بقى خلاص كاننا شايفين ادي العين اهي والمناخير اهي والعين الثانيه، فهنشوف القرنيه دي هنيجي نعملها كده. القرنيه نفسها السنتر بتاعها كله ما فيهوش اوعيه دمويه، يمكن في اوعيه دمويه في الليمبس يعني اللي هو ايه الحته اللي بين البياض بتاع العين والحته بتاع القرنيه، يعني اللي هي الحته اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي الليمبس دي. الليمبس دي اللي فيها اوعيه دمويه بتكون داير محيطه للقرنيه، لكن القرنيه نفسها في المنتصف مفيش. ويمكن عشان كده لو في حاجه اسمها فاسكولاريزيشن او في اوعيه دمويه دخلت على القرنيه بعد الشر هتبتدي تعتم القرنيه. فالقرنيه من النص هنا مفيش اي اوعيه دمويه، الاوعيه الدمويه بتكون من الاطراف. طب القرنيه بتتغذى ازاي؟ اول حاجه من الاوعيه الدمويه الاطراف دي بيكون في غذاء بيحصل له ديفيوجن او خاصيه انتشار للوسط. في نفس الوقت كمان الابيثيليوم والاندوثيليوم بيكون في غذاء من طبقه الدموع وفي غذاء من طبقه الايكوس او السائل. فيعني بيحصل لها تغذيه من المنتصف عن طريق الانتشار من الايكوس ومن الدموع بره وجوه، يعني كانها بتتغذى كده كاننا ناقعين، يعني زي اللي كده يقول لك ايه هينقع الفراخ في التتبيله ولا مش عارف اللحمه في لبن ولا ايه، المهم منقوعه. فهي يعني بالبلدي كده القرنيه قدامها في ميه وراها في ميه، الميه اللي قدام والورا دي منقوعه فيها القرنيه فدي اللي بتغذيها. مع ان في اكتف بومبس يعني حاجات بقى ايه تخصصيه مش هنقعد نشرحها، ان يعني تنظيم الميه والاملاح والغذاء والحاجات دي من والى القرنيه علشان تغذي القرنيه نفسها مع الاوعيه الدمويه الطرفيه. لكن في المنتصف مفيش اوعيه دمويه لهذا، الدنيا شفافه في يعني القرنيه. حاجه ثانيه ان الاعصاب حاجه اسمها ان مايلينيتد نيرفز. يعني ايه ان مايلينيتد نيرفز؟ يعني الاعصاب الداخليه في القرنيه ان مايلينيتد، يعني المايلين شيث دي عباره عن غلاف يعني بيغلف الاعصاب. في انواع اعصاب اسمها مايلينيتد وحاجات ان مايلينيتد، عامل زي السلك العريان والسلك اللي عليه غلاف. فهو السلوك اللي بتغذي القرنيه عريانه، لان المايلين شيث دي بتبقى يعني بتبان. وعشان كده في بعض الامراض برضو اللي بيحصل مايلينيشن للنيرفز بتاعه القرنيه ممكن عن طريق السليت لامب او عن طريق الفحص ممكن يبان الاعصاب، ولكن الاعصاب الان مايلينيتد ما بتكونش باينه يعني. فدي مهمه جدا، سبب اخر مهم جدا علشان شفافيه القرنيه. اخيرا وليس اخرا، وده السبب الاهم يعني اللي انا خليته في الاخر عشان اشرحه في الاهم، هو رصه الخلايا او الفايبرز او الاستروما نفسها. رصه الخلايا او رصه الاستروما، يعني الاستروما دي نفسها لو انتوا واخدين بالكم انا راسمها كانها منظمه جدا.
التنظيم ده بدون خوض في تفاصيل ليه طريقه معينه سبحان الخالق في رصته، ان الرصه دي لا تسمح بتداخل او الموجات الضوئيه لما بتعدي، بيحصل ان يعني المسافه اللي بينهم بتكون اقل من طول الموجه فبتقلل التشتت بشكل كبير، وفي نفس الوقت كمان في رصه معينه بتعمل حاجه اسمها ديستركتيف انترفيرنس، ان الموجات يعني برضو فيزياء سريعه كده، ان الموجات الموجه بتبقى ليها يعني حاجه اسمها يعني المهم مش هنتكلم بالانجليزي، ولكن ليها قمه وليها قاع. القمه والقاع دول في بقى موجات بتكون حاجه انسينك يعني ماشيين مع بعض او مش ماشيين مع بعض. اللي ماشيين مع بعض لما القمه تيجي على القمه تبقى قمه كبيره، حاجه اسمها كونستراكتيف انترفيرنس، ولما طبعا القمه مع القمه يعني القاع مع القاع، ولما القمه تيجي مع القاع حاجه دول بيكنسلوا بعض فالموجه بتتهدم، حاجه اسمها ديستركتيف انترفيرنس. فالفكره ان السكاتر او الموجات الضوئيه اللي يعني اي موجه كده بتحاول تشت من الجنب، ربنا سبحان الله يعني خالق القصه دي بحيث ان اي موجات هتشت عن بعض هتبتدي يحصل لها ديستركتيف انترفيرنس، فمش هتعمل اي جلير او مش هتعمل اي مشاكل، فدي بتحافظ على شفافيه. فرصه الاستروما دي يعني رصه الخليه دي مهمه جدا جدا جدا. واخر سبب خالص الرقم 7 ده السبب الاهم اللي هنتكلم عليه في نهايه الحلقه، لان ده هيكون سبب مشترك مع جميع الانسجه، فمش هتكلم عليه دلوقتي. افتكروا السبب رقم 7 اللي هنبقى في كل نسيجه نيجي في الاخر نقول في سبب اخير هنتكلم فيه. فدي كده القرنيه في السريع، مش هعيد يعني اللي عايز يبقى يقرا الكلام يقرا تاني، ولكن هم دي الاسباب ان القرنيه اهم يمكن سببين، رصه الاستروما والخلايا والميه المحتوى المائي للقرنيه ان هو ثابت، دول من اهم السببين في القرنيه. نيجي للنسيج الاخر العدسه. العدسه يعني برضو نفس الحوار، يعني في اسباب عديده اغلبها من غير ما اخش في تفاصيل. يعني العدسه دي لو احنا جينا كبرناها هنا اهوت عشان نبقى عارفين، هي العدسه عباره عن لو هجيبها كده واوقفها كده، عندها يعني زي ما نقول كيرف امامي وكيرف خلفي. الكيرف الخلفي اكبر يعني ده الغشاء الممبرين، وفي هنا حاجه اسمها الابيثيليوم، او يعني خليه بره عشان يبقى الابيثيليوم بتاع او برضو زي الغشاء المبطن الخارجي للعدسه، ده موجود فقط في الجزء الامامي. المفروض ان ده اللي بيبتدي يعمل زي حاجه اسمها ريجينريشن، او ان هو بيبتدي اللينس فايبر او زي ما نقول ايه الفايبرز اللي هي الانسجه او الالياف بتاعه العدسه بتبتدي تتكون. مش هقعد اشرح، لكن هي في حاله تكون دائم، وبعد كده بتترص رصه معينه لغايه ما تعمل النواه، بتقعد تتكبس 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 لحد ما بيكون المنظر كالاتي، ان في نواه معينه زي مكبوسه من الخلايا القديمه، وبعد كده في الخلايا الانسجه بعد كده بتكون مرصوصه، يعني كان كل نسيج بينزل يزق اللي وراه يزق اللي وراه يزق اللي وراه لغايه ما يعني المنظر بيكون يعني اللي هو عباره عن كيرف من هنا وكيرف من هنا، هنا نواه وهنا عباره عن الانسجه مرصوصه بطريقه معينه. فيعني انا مش عايز بقى ايه اضيع وقت في الرسم اكتر من كده، ولكن للتخيل هي بالظبط عباره عن لاميلي او زي ما نقول طبقات فوق بعضها. الطبقات دي مرصوصه اولا يعني مضغوطه جدا في بعض، مرصوصه جدا جنب بعض، ولكن اهم حاجه يعني لازم برضو نبقى عارفينها في العدسه يعني حاجتين مهمين. اول حاجه ان العدسه نفسها برضو افاسكولار، يعني اول حاجه برضو هنتكلم على نمره واحد رصه انسجه العدسه، دي رصه مهمه جدا المضغوطه في بعض ومفيش بينها مسافات كومباكت مع بعض، كل ده برضو بيساعد على شفافيه العدسه، مع حاجتين مهمين قوي. نمره 2 اللي هي لا يوجد اوعيه دمويه، برضو لا يوجد اوعيه دمويه، يعني العدسه افاسكولار ما فيهاش اوعيه دمويه. طيب برضو نفس الحوار، العدسه دي هتاخد غذائها منين؟ برضو زي ما هنا دي منقوعه القرنيه قدام في دموع ورا في ايكوس، هنا بقى قدام في الايكوس ورا في الفيتريس، برضو في هنا يعني اكتيف وباسيف بومب، وهنا في باسيف بومب، يعني المهم في برضو نوع من انواع التبادل ما بين السوائل الاماميه للعدسه والخلفيه للعدسه علشان الغذاء، فده مينلي يعني العدسه بتتغذى من هذا، فما فيش اوعيه دمويه، ودي من الحاجات المهمه اللي بتخلي برضو فيها شفافيه. نمره 3 ودي حاجه مهمه جدا برضو للعدسه، حاجه اسمها يعني loss of organelles او ما فيش organelles. يعني ايه organelles؟ organelles اللي هي مشتملات الخليه. يعني ايه الخليه؟ احنا عارفين الخليه اي خليه بيبقى في
خليه وفيها نواه، والنواه بقى مش عارف فيه ميتوكوندريا وجولجي اباريتوس العضيات ولا المشتملات بتاعه الخليه. فالخليه بتاعه اللي هي بتبتدي الاول من الابيثيليوم الكيوبويدال سيلز دي بتبتدي الابيثيليوم دي تعمل خليه، الخليه دي بيحصل لها الونجيشن تبتدي تطول لغايه ما تعمل الفايبر زي ما قلنا ويبتدوا يلزقوا في بعض. النواه الاول بتبقى في الاطراف وبعد كده بيبقى فيه بقى يعني اللوس اوف اورجانيلز، مفيش اي حاجه تانية داخل الخليه بتفقد الاورجانيلز او العضيات او مشتملات الخليه، فبالتالي ده بيخلي ان في نوع من انواع الشفافيه لان الحاجات دي ممكن تاثر على شفافيه العدس. فدي كده سريعا العدس. هنيجي للشبكيه، انا طبعا لازم همسح ده كله لان الشبكيه هيكون فيها شويه كلام زياده، فنمسح ده كله علشان يعني نعرف نتكلم على الشبكيه لان الشبكيه ليها قصه كبيره. وطبعا خلي بالكم برده رقم 4 هنا نفس رقم 7 هنا في القرنيه، فكره ان في سبب اخر هنبقى نتكلم عليه فيما بعد. فانا كده مسحت القرنيه والعدسه ونبتدي نتكلم على الشبكيه. الشبكيه دلوقتي هنتكلم اول حاجه، طب هي الشبكيه فيها اوعيه دمويه؟ الاوعيه الدمويه دي ماشيه جوه الشبكيه ولا بره الشبكيه ولا تحت الشبكيه ولا فوق الشبكيه؟ غذاء الشبكيه عشان نبقى عارفين، اول حاجه هي الـ يعني لو احنا جينا نتفرج على قاع العين وهنبقى نتكلم عليه في كذا مره، فانتوا الرسمه اللي انا هرسمها دي يا ريت نحفظها، ان احنا اول ما بنبص على قاع العين بيبقى فيه العصب البصري ده هنا مهم جدا، بيبقى دايره كده لونها ابيض مصفر شويه ولكن تبقى باينه جدا واضحه جدا. لو هنتكلم ان ده قاع العين بيبقى دايره كبيره خالص، احنا ده مجال الرؤيه اللي احنا شايفينه بالعدسه، بيبقى فيه هنا هو العصب البصري. العصب البصري ده بيكون طالع منه يعني زي ما نقول ايه شرايين واورده، الناس كلها اكيد شافت منظر زي ده، بيكون هنا في يعني حاجه اسمها سوبيريور اركيد وحاجه اسمها انفيريور اركيد، دول التمبرال ودول النيزل، بيكونوا طالعين بهذا الشكل دي الشرايين اللي هي يعني اللي واخده الغذاء ومودياها للعين، وفي هنا بيبقى ماشي معاها الاورده بتاعه العين، حاجه اسمها سنترال ريتينال فين وحاجه اسمها سنترال ريتينال ارتري، ويمكن نبقى نعمل لهم يعني حلقات فيما بعد. طبعا الحاجات دي كلها بيحصل لها تشعبات، يعني الموضوع مش بيبقى واقف على هذا الحد، بيبقى فيه تشعبات والتشعبات دي بتتشعب تشعبات اصغر واصغر واصغر، ولكن دول اللارج فاسلز. ويمكن يعني ايه في اختبار لذيذ برضو لازم اقول لكم عليه اللي عايز يعني ايه، يعني ما حدش بيشوف الحاجات دي وده هنقول ليه دلوقتي، ولكن في اختبار للي عايز يشوف الشجرة دي بتاعت العين، الواحد لو وقف قدام يعني في غرفة معتمة شوية ووقف قدام مسطح يكون غامق شوية، لو جبنا يعني نور موبايل او نور تورش او اي حاجة، الواحد يبقى مركز بعينه على نقطة معينة ومن الجنب من تحت كده الواحد يبتدي يحرك الضوء شوية بشوية، هتحسوا ان انتوا شايفين ظلال للشبكة او للشجر ده اللي انا كنت بقول عليه. فده اختبار يعني لذيذ، ده بيكون يعني عشان نبقى عارفين، لسه هنقول دلوقتي ان الاوعية الدموية دي بتكون امام الشبكة، يعني عشان نكون او في الجزء الاعلى من الشبكيه. ويرجعوا للحلقه بتاعه تفاصيل الشبكيه ان هي يعني كذا طبقه، يعني احنا الاول في حاجه اسمها هنبتدي من جوه مش من بره، في حاجه اسمها الاي ال ام او الغشاء يعني الانترنال ليميتنج ميمبرين، تحتي في حاجه اسمها بقى النيرف فايبر لاير. النيرف فايبر لان لازم امسح معلش يا جماعه لان لازم هنرسم بقى رسمه يعني هتكون كبيره شويه، فانا همسح شويه هنا ونتكلم على يعني ايه الطبقات بتاعه الشبكيه لان الموضوع هيكون محتاج رسم على يعني ناخد براحتنا شويه. فنمسح كده، همسح ده كله حتى كمان، خلينا نتكلم على الشبكيه بقى علشان يعني ناخد راحتنا شويه لان الشبكيه هيكون فيها رسمه لازم تترسم، ويمكن ارجعوا لحلقه تفاصيل الشبكيه هتلاقوا الرسمه كنت جايبها من كتاب وحاططها، ولكن نرسمها علشان نفهم شويه الغذاء بتاع الشبكيه وال النظام. فهنيجي نتكلم الشبكيه تقريبا 10 طبقات او 11، المهم يعني من تحت هنا اهوت في حاجه اسمها يعني نبتديها من فين؟ نبتديها الاول من الكرويد، يعني دي هنا هنتكلم من لو ده الكرويد ده ملوش علاقه بالشبكيه ولكن ده الكرويد، هنبتدي نرص من فوقيه بقى ايه اللي هيحصل. في حاجه بين الكرويد وبين الشبكيه، الغشاء الاخير هنا اسمه البروكس ميمبرين او بروكس ميمبرين ايا كان. عدلت الصوره شويه حسيت ان هي ملوحه، معرفش ظهر السلك شد او حاجه، المهم ان شاء الله تكون الامور يعني واضحه. المهم
دي بروكس ممبرين اول حاجه، بعديها في طبقه الار بي اي او الريتينال بيجمنت ابيثيليوم، يعني دي طبقه من دايما ابيثيليوم يعني غشاء خارجي مبطن. المهم الار بي اي يعني دي الطبقه اللي بعديها، يعني دي بروكس ممبرين ار بي اي. بعد كده في هنا طبقه الفوتو ريسبتورز او يعني الخلايا المستقبلات الضوء، فوتو ريسبتورز، الفوتو ريسبتورز فيها فوتو ريسبتورز فيها نوعين انر واوتر. المهم يعني هنتكلم على الفوتو ريسبتورز. بعد كده في عندنا طبقه الاكسترنال ليميتنج ممبرين، طبعا اكسترنال لانه هو بره، فدي الاي ال ام اللي هو الاكسترنال ليميتنج ممبرين. بعد كده هنخش بقى عندنا اوتر نيوكلير، اوتر بلكسيفورم، انر نيوكلير، انر بلكسيفورم. ده يمكن حاجه اسمها بقى النيوروسنسري لاتر من اول الاي ال ام، دي بقى الطبقه الحساسه ان يعني بيبقى في بين الخلايا دي بيطلع زي نيورونز معينه. اوتر نيوكلير بتبقى يعني للتسهيل، انا يا جماعه برسم بس ايه للتسهيل، اوتر نيوكلير، اوتر بلكسيفورم طبقه تشابكيه وطبقه فيها نواه نيوكلير من نوويه، يعني طبقه نوويه خارجيه وطبقه تشابكيه خارجيه. وبعد كده هنخش على الانر نيوكلير برضو اللي هي الطبقه النواتيه الداخليه، وبعديها الانترنال بلكسيفورم الطبقه التشابكيه الداخليه. بعد كده بيطلع ده منه حاجه اسمها الجانجليون سيل لير، طبقه من الجانجليون سيلز، هي نوع من انواع من الخلايا معينه الموجوده ليها طبقه خاصه جدا. ثم فيما بعد عندنا، هنمسح كلمه ثلاث سوائل دي بس علشان برضو ناخد راحتنا. فعندنا بعد كده حاجه اسمها بقى النيرف فايبر لير او طبقه النيرف فايبر لير، يعني طبقه الالياف او الالياف العصبيه، الفايبر الانسجه العصبيه او الالياف العصبيه دي اللي بتبتدي تتجمع. وبعد كده كل ده بيتغطى بحاجه اسمها الاي ال ام او الانترنال ليميتنج ممبرين. نيجي نتكلم على الاوعيه الدمويه بقى بتاعه الشبكيه اللي هي الاوعيه الكبيره دي، هي دي موجوده في اول حاجه موجوده في طبقه النيرف فايبر لير، يعني دي الاوعيه الكبيره بتكون متواجده في هذا المكان. وبعد كده بيكون في شبكات برضو في نوع يعني في زي شبكات دمويه او تشابكات او يعني زي ما نقول شبكه من الاوعيه الدمويه في اماكن اخرى في الشبكه. بيكون في طبقه الجانجليون سيل لاير بيكون في اوعيه دمويه اصغر او شبكه اصغر، وفي طبقه الانر نيوكلير برضو بيكون في طبقه اكتر، يعني بيكون في تغلغل داخل الشبكيه، ولكن هي اساسها هنتكلم ان ده يعتبر امام الشبكيه، لان دي طبقه الفوتو ريسبتورز الار بي، يعني الفوتو ريسبتورز دول هي دي الحساس، يعني الضوء بيعدي من ده كله عشان يضرب في الخلايا دي عشان تبتدي تعمل زي ما نقول الاكشن بوتنشال، او هتبتدي بقى تبعت الرسائل اللي هتمشي في النور فايبر. فهي سبحان الله الضوء بيجي من فوق هنا، يعني الضوء المفروض هيجي من هنا هيعدي في كل الطبقات دي، وبعد كده يجي يثير الخلايا دي علشان تبتدي تبعت الاشارات اللي هتمشي في النيرف فايبر لير. فموضوع كبير، طب ازاي اعدي من ده كله؟ في انا هنتكلم. الفكره كلها بقى ان لازم عشان توصل للفوتو ريسبتورز هنا في اوعيه دمويه في الجانجليون سيل لير وفي النيرف فايبر لير وفي الانر نيوكلير وفي الكرويد بقى في حاجه اسمها الكوريو كابيلاريز، دي يعني ايه دي بقى ورا، ولكن دي برضو مهمه لتغذيه الشبكيه. عشان نكون عارفين ان السنترال ريتينال اورتي او التغذيه للشبكيه يعني من الشبكه دي اللي هي السنترال ريتينال اورتري، دي بتغذي تلتين الشبكيه. لو انتوا واخدين دي الحجم الاكبر من الشبكيه، دي بتغذي انا يعني تشريحيا تلتين الشبكيه، والكوريو كابيلاريز دي بتغذي برضو تشريحيا تلت الشبكيه، ولكن فيسيولوجيا الكوريو كابيلاريز دي بتمد الشبكيه كلها بتلتين احتياجاتها، عكس هنا هو يعني سبحان الله عكس بعض. تشريحيا الشبكه اللي هي طالعه من الريتينال ارتري دي او من السنترال ريتينال ارتري او اللي هي في الجزء الامامي من الفوتو ريسبتورز دي بتغذي تلتين الشبكيه تشريحيا، ولكن بتمد الشبكيه باحتياجاتها بتلت فقط. ولا عكس الكلام ده الكوريو كابيلاريز، بالعكس هي بتغذي تلت فقط ولكن بتدي تلتين احتياجات الشبكيه. طب احنا كده عرفنا ان في الشبكيه اوعيه دمويه، طب ايه اللي بيحصل؟ ازاي يعني احنا الاوعيه الدمويه دي موجوده واحنا مش شايفينها؟ قلت يمكن الاختبار نشوفها ازاي بتضل ان احنا يعني ايه اللي بيحصل في الاختبار اللي قلناه، ان في اللي احنا قلناه ده العين في الغالب، وده بقى اللي احنا هنتكلم على
يعني هنتكلم بالعكس، دي اخر نقطه واهم نقطه، ودي اللي كانت النقط بتاعه رقم 7 في القرنيه ورقم 4 في العدسه، ان العين لا تشعر باي شيء غير متغير. يعني ايه؟ وهي مش العين طبعا، هو المخ. يعني زي ما نقول العين بتكنسل او المخ بيكنسل اي شيء ثابت في مكانه، الاوعيه دي ثابته في مكانها مش متغيره. ويمكن عشان كده لا قدر الله لو في تغيير حصل هو ده اللي بيبقى نذير ان في حاجه لا قدر الله لازم فحص، لكن غير كده الاوعيه دي ثابته في مكانها. العين بنشوف بالعينتين زي فكرة البلايند سبوت أو النقطة العامية، وارجعوا للحلقة بتاعت النقطة العامية علشان أوضح أكتر أو وضحت أكتر، إن المجال الرؤية من العينتين، العين دي والعين دي، زي ما نقول المخ بيدمج الصور من هنا وهنا، فأي نواقص هو بيقدر يعني يكنسلها أو إن هو يغطي لو أي مشاكل. يعني زي بالظبط الفروقات بين العينتين، دلوقتي العين الصورة من العين الشمال والصورة من العين اليمين، الصورتين مختلفتين ولكن فيهم تشابهات وفيهم اختلاف طفيف، المخ بيقدر يدمجهم عشان نشوف الباينوكولر فيجن أو الرؤية المزدوجة. ونرجع لحلقة الازدواجية يعني شرحتها بالتفصيل. فهي نفس الفكرة، إن أنت عندك ان هو نقط فراغات ونقط فراغات، ولكن المخ قادر بطريقة ما ان هو يكمل الصورة دي. يعني سبحان الله، علشان في الاخر الرسالة توصل للمخ ان في صورة يعني سموذ ما فيش اي مشاكل. فدي حاجة مهمة جدا، يعني دور المخ في الموضوع ده مهم، ان لو في اي حاجات غير الاسباب العضوية اللي احنا اتكلمنا عليها ان هي بتكنسل الموضوع. كمل بقى في التشريحيا، ان اساسا يعني اغلب الخلايا بتاعت الطبقات الشبكية اساسا الانوية اللي فيها صبغة قليلة جدا، فيعني الصبغة القليلة دي بتساعد على شفافية الشبكية. في نفس الوقت كمان الاوعية الدموية، يعني عشان نكون صراحة، هي الاوعية الدموية مش لغاية يعني حدة الابصار، ويمكن هنبقى نعمل حلقة برضو نتكلم فيها على حدة الابصار. وكان برضو يعني نفس المتابع كان سألني على الرؤية، اللي في ناس عندها رؤية ازيد من الطبيعي، فعمل لها حلقة ان شاء الله بعد الحلقة دي. ولكن يعني فكرة ان في حاجة اسمها الماكولا، يعني هبقى احط لكم برضو صورة حاول وحطتها في الشبكية، ان الشبكية كلها مش زي بعض، يعني الشبكية كلها زي بعض ولكن فيها توزيع مختلف، وهنتكلم في الحلقة بتاعت حدة الابصار. ولكن في هنا حاجة اسمها الماكولا، دي الجزء المسؤول عن حدة الابصار، فدي الماكولا غير بقية اطراف الشبكية، دي بتدي الفيلد او مجال الرؤية. ولكن الواحد لما بيركز في حتة بيبقى شايف بالماكولا، ومش بس بالماكولا، بحاجة هنا اسمها فوفيا سنتراليس، يعني دي زي ما نقول مركز يعني الشبكية، يعني مركز الشبكية، وهو جواها في حاجة كمان جوا الفوفيا، في حتة اسمها الفاز او الفوفيا الافاسكولار زون، يعني مكان بلا اي اوعية دموية تماما علشان حدة الابصار. فبالتالي ان يعني اغلب الاوعية الدموية في الغالب بتكون بعيد عن المركز الابصار، او يعني بتقل تدريجيا، او كل ما بنخش على مركز الابصار التوزيع الاوعية الدموية دي بتقل لغاية ما نوصل للفوفيا او فوفيا الفاز، يعني الفوفيا الافاسكولار زون. افاسكولار يعني من غير اوعية دموية، المنطقة بدون اوعية دموية، فدي مهمة جدا وهنتكلم عليها اكتر في حدة الابصار. فالفكرة كل ده بيؤدي ان احنا مش شايفين الاوعية الدموية دي، الضوء بيعدي عادي، في اوعية دموية فوق الشبكية، يعني الاوعية الدموية الكبيرة، ولكن برضو هي برانشز. يعني ايه برانشز؟ يعني مش يعني سبحان الله، هي زي الشجرة، زي شجيرات، يعني زي اوعية معينة، فيقدر المخ يعني زي كنسلها من الرؤية، يا زي يطرحها من الرؤية، وزي ما قلت الاختبار اللي ممكن نعمله عشان نشوف. لكن مش لا قدر الله بقى، لو لا قدر الله في مثلا نزيف والنزيف ده غطى نقطة كبيرة، لا دي بتبان بقعة كبيرة، ودي لازم بتكون بتضطر للمريض ان هو يروح للدكتور وبيبقى شايف ان في حاجة مغطية الرؤية. لكن مجرد اوعية دموية ثابتة في مكانها، مش يعني زي ما نقول كده ايه، تشعبات، يعني الطبقة مش عاملة كده، مش قافلة الضوء كله، لا في ضوء معدي. وده يمكن برضو يعني للتوضيح برضو فيزيائيا، يعني نفس فكرة مثلا لو في طيارة عدت من قدام الشمس، يعني محدش هيشوف ان طيارة يعني غطت الشمس، هي لازم تكون بدرجة قرب معينة علشان يحصل الموضوع ده. لكن لو هي كل ما قربت الطيارة من الشمس وبعدت عننا، احنا بنقدر سبحان الله بيبقى فيه كنسلة، ان الضوء الاكبر، يعني موضوع فيزيائي مش هخش في تفاصيله، ولكن ده يعني يمكن يوضح الصورة او يفهم الدنيا ازاي ان الضوء بيوصل
كل الطبقات. فكده احنا شرحنا تلات أنسجة وتلات يعني سوائل، يعني حاولت بقدر الإمكان ان انا ألم الحلقة اسرع ما يكون، يعني يا رب بعد ما المونتاج تبقى حلقة يعني تبقى مفيدة للجميع، ويا رب ما اكونش نسيت حاجة ولا اكون عرفت ووضحت كل شيء. لو في اي حد عايز ايضاح زيادة يا ريت يسيب لي في التعليقات، اتمنى يكون الامور وضحت. طبعا انا زي ما بقول ده كده ابسط 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 التبسيط، لان كل حاجة من الحاجات دي لو قعدنا، ويمكن انتوا هتلاقوني في بعض اللحظات كده ايه مش اتلجلجت، بس تلاقوني هنكت اقول ولا ما اقولش، لان تفصيلة بتجيب تفصيلة تفصيلة وبتجيب تفصيلة. وحتى وانا قاعد بعد او بكتب الحلقة دي كل شوية لنفسي بتشعب بتشعب، فلقيت قلت الناس هتوه مني، فحاولت بقدر الامكان المها بحيث ان الفكره توصل. فيا رب تكون الفكره وصلت، ويا رب تكون الحلقه يعني كانت مفيده وممتعه للجميع. وزي ما بقول لو عندكم اي اسئله او في حد مش فاهم اي حاجه يسيب لي في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله يعني لو عرفت ان انا اجاوبه بالتعليق هجاوب، لو ما كانش والموضوع محتاج ايضاح اكتر ان شاء الله اعمل حلقه يعني اجاوب على كل الاسئله. اللي اول مره اشوف القناه، القناه مش بس عن الطب، لا فيها كلام عن اليوفنتوس تحديدا والكوره، يعني ما اعرفش طبعا الناس هيقول لك ايه العلاقه، ولكن ارجعوا للقوائم هتلاقوا كلام عام وطب وكوره وحاجات كتير. فيعني بصوا على القوائم، انا حاطط كل حاجه في القوائم علشان كل واحد وجهه. والمهم عندي يا رب تكون القناه ممتعه ومفيده للجميع، ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. قبل ما بمشي لازم اذكركم واذكر نفسي بالدعاء لاهلنا في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وكل المستضعفين في كل مكان، يعني لا يسعنا غير ان احنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان. ربنا يدينا العمر والصحه، ونشوف بعض على خير سواء في حلقه جديده قادمه او في لايف جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.